كانت الجلسة اللي كان الأمر بإحضار أمين أشبوق. ها شنو وقع داخل الجلسة؟ السلام عليكم. اليوم كانت الجلسة تايا بدورها تأجلت 19-12. آخر جلسة كان القاضي أمر بإحضار المشتبه فيه الرئيسي اللي هو أمين أشبوق. اليوم ما جاش، قال لك صدرات واحد أن الوكيل فعلا أعطى أمر للضابطة القضائية تحرك المقر سكنة، ما لقاوش، لم يجدوا له أثرا، ما كاينش، صافي ما جابوش، ما كاينش. وشنو الاحتمالات اللي كاينه مثلا؟ احتمالات ما نعرف، زعما صعيب نوصلوا ليه، قالوا ما كاينش، لم نجد له اثرا وصافي. هذا هو التقرير اللي جا من عند البوليس. الخطوه اللي غادي تعملهم بعد باش ايوا نتمنوا خير في الجلسات الماجيه. حنا مازال تنطالبوا بهذا الحضور، هذا المشتبه فيه، او لا يعطيونا تبرير فينا هو علاش ما حاضرش، والهروب ديالو تأكد الشكل بأنه هو الفاعل الرئيسي في الجريمة والشريك الأساس في الجريمة، بالإضافة للقاصر والخال. يعني كتظن بأن كاين ثلاثة متهمين، شنو متهم؟ مهم شركاء بنتي، كاين شركاء في الجريمة، القاصر ماشي بوحدها، معاها الشركاء، والشريك الأساسي هو هارب دابا وما لقاوش له الآثار حسب هذا. شو الشعور ديالك وسمعتي هذا الخبر هذا وانا ما لقاولوش الاثار؟ شعور الاحباط كما هذا. نتمنوا خير في الجلسات الماجيه ان شاء الله، نتمنوا خير. اكيد متشبثه بالحق دي. طبعا متشبثين بالحق والحقيقه طبعا. وهذه احنا في معارك، وان شاء الله غادي نوصلوا للحق والحقيقه باي ثمن. لا شكرا على واش سمعك خبر. امين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.